لعبنا بكل قوه. انا اليوم لازم نفوز بالمقابله الاولى، هي ما نقولوا احنا لازم تفوز بها باش تفتح المجموعه بفوز. 3 نقاط مهمه، ما زلنا مقابله صعاب ان شاء الله مع لبنان مع مصر. ان شاء الله احنا اهم شيء الخطوه الاولى عملناها، بقينا لنا مباراتين ان شاء الله نشتغل مع المجموعه. ان شاء الله نحاول الحين نعاود نرجع انفسنا باش نفوز المقابله الجايه ان شاء الله. شفت المنتخب التونسي البارح، اكيد زوج مراهنين جديين على اللقب. اكيد المنتخب التونسي من مرشح باش يفوز بالبطوله، احنا ثاني مرشحين. ان شاء الله كل شيء يشتغل يتلعب في الميدان ان شاء الله. بغداد هدفين اليوم اكثر من رائعين، بغداد يواصل التسجيل وتحقيق ارقام قياسيه جيده بالنسبه لهم. الحمد لله بفضل المجموعه اللي قاعدين نشتغلوا كمجموعه واحده، المدرب، الجماهير اللي كانت حاضره. احنا لاعبين خاصه انا كمهاجم رقم 9 لازم نسجل، لازم نعاود مجموعه. الحمد لله اليوم توفقت وسجلت. لازم نشوفوك في برشلونه بغداد.